مر شهر أكتوبر على الهواتف المتوسطة كصحراء قاحلة بدون هواتف مثيرة أو منتظرة طوال الشهر، حتى جاءت شاومي في الأيام الأخيرة لتنقذ الموقف وتطلق عائلتها الجديدة من السلسلة الأكثر شهرة وشعبية في هذه الفئة. نعرض اليوم أهم الهواتف الصادرة في شهر أكتوبر بسعر أقل من $450. البداية مع ريدمي نوت 12 برو وبرو بلس. جاء الثاني بشاشة أموليد مقاس 6.67 إنش بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الجهازان بمعالج دايمن سيتي 1080 8 نواة جيد للاستخدام فوق المتوسط مع عدة نسخ من الرام من 6 وحتى 12 جيجا بايت لنوت برو و8 أو 12 جيجا بايت لبرو بلس. من حيث وحدة الكاميرات تفوقت نسخة برو بلس على كل المنافسين بعدسة رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة 1.7، بينما اكتفى نوت برو بعدسة 50 ميجا بكسل بفتحة 1.9. بالأمام يأتي الهاتفان بكاميرا 16 ميجا بكسل وتبلغ ساعة البطارية 5000 ملي أمبير. يبدأ سعر نسخة نوت برو من $235. شاهد مراجعة رقمي للهاتفين. ثانياً انفينكس 020. انفينكس تستمر في اصدار هواتف مثيره للاهتمام في الفئه المتوسطه. الهاتف الجديد ياتي بشاشه من نوع اموليد مقاس 6.7 انش بدقه فول اتش دي بلس، المعالج هيليو جي 99 من ميديا تك جيد للاستخدام فوق المتوسط مع رام 8 جيجا بايت وذاكره تخزين 128 او 256 جيجا بايت. في الخلف الكاميرا الرئيسيه تاتي بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه 1.9 بجانب عدسه ثانيه 13 ميجا بكسل، من المحتمل ان تكون الترا وايد. بالامام نجد كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجا بكسل وساعة البطارية تبلغ 4500 ميلي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من $274. ثالثا هواوي نوفا 10 SE. هاتف بمواصفات متكاملة بالنسبة لجهاز المتوسط، يقدم شاشة أموليد مقاس 6.67 إنش بدقة فول اتش دي بلس بمعدل تحديث 90 هرتز، ويعمل بمعالج سناب دراجون 680 جي 4G من كوالكوم جيد للاستخدام فوق المتوسط مع خيارين من الرام، خيار 6 جيجا بايت بذاكرة 128 جيجا بايت وخيار 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. وحدة الكاميرات الخلفية مكونة من 3 عدسات، الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة 1.9 والأمامية بدقة 16 ميجا بكسل. ساعة البطارية في الهاتف تبلغ 4500 ملي أمبير مع قدرة شحن سريعة تبلغ 66 واط. لا معلومات عن السعر، لكن نتوقع أن يكون حوالي $350. رابعاً Honor X40 GT بتصميم ومواصفات موجهة لمحبي الألعاب بدرجة أولى وبسعر مغر. يقدم الهاتف شاشة مقاس 6.81 إنش بدقة فول اتش دي بلس مع معدل تحديث 144 هرتز. من حيث المعالج نجد شريحة سناب دراجون 888 5G من كوالكوم جيد للاستخدام المكثف والقوي بمساعدة خياري رام 8 أو 12 جيجا بايت مرفقين بسعة تخزين 256 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية مكونة من 3 عدسات، لكن الأكثر عملية لدى المستخدم هي العدسة الرئيسية ذات 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8. بالأمام تأتي الكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل، ساعة البطارية 4800 ملي أمبير بقدرة الشحن تبلغ 66 واط كحد أقصى. سعر الهاتف يبدأ من $290. خامساً ZTE Axon 40 SE. النسخة المتوسطة من عائلة أكسون 40 المثيرة للاهتمام والتي أحدثت بها ZTE ضجة هذه السنة. الهاتف يأتي بشاشة أموليد مقاس 6.67 إنش بدقة فول اتش دي بلس. الشركة اعتمدت معالجا من شركة يونيسوك جيد للاستخدام الأساسي وغير المكثف مع خيار رام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8 والأمامية بدقة 8 ميجا بكسل. ساعة البطارية في الجهاز تبلغ 4500 ملي أمبير بقدرة شحن 22.5 واط. سعر الهاتف يبدأ من $298. كانت هذه الهواتف الصادرة في شهر أكتوبر بسعر أقل من $450. شاركنا الهاتف الأفضل في هذه القائمة والذي يستحق مقعدا في قائمة أفضل الهواتف المتوسطة لسنة 2022. ننتظر آراءكم أسفل في مكان التعليقات، وموعدنا في الحلقة القادمة من أفضل 10 على الرقم تيفي.